السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله أوقاتكم بالخير والمسرات، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية اليمنية والصحافة العربية، ونستعرض بعض مقالات الرأي والتحليل ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: مقتل 24 حوثيا وإصابة العشرات بمعارك وقصف للتحالف في محافظتي تعز ومارب. طالبهم بدفع الديون واستقبلوه بالنيران. مقتل مدني برصاص الحوثيين في الجوف. الرئيس هادي يصدر قرارا بتعيين باكريت محافظا جديدا لمحافظة المهرة. وفاة مختطف في سجون الحوثيين في مدينة زبيد جراء تعرضه للتعذيب الشديد. مسلحون حوثيون يقتحمون محكمة في إب ويهربون أحد المدانين في قضية قتل. المشهد اليمني: مقتل شخصين وإصابة ثالث في انفجار طال منزل شقيق رجل أعمال كبير بعدن. ناشطون في المحوي يسخرون من جرأة الحوثيين. البترول بثمانية آلاف ونحن بأطراف نجران، كيف لو دخلنا القدس؟ العثر على شابة عشرينية مقتولة شنقا في كلية الآداب بجامعة صنعاء. مارب برس: اندلاع مواجهات عنيفة في البيضاء وقتل وجرح من الحوثيين بينهم قيادي بارز. لليوم الثاني على التوالي الجيش الوطني يواصل تقدمه غرب مارب والتحالف يدك تعزيزات الانقلابيين. مقتل 15 حوثيا في معارك بمارب والقوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بهيلان. يمن مونيتور: وكالة تابعة لصالح، الحوثيون قاموا بتهريب 4 متهمين بارتكاب جرائم قتل. مسؤول حكومي: الاقتصاد اليمني انكمش بمقدار الثلث ونسبة البطالة 70%. الشرطة العسكرية بتعز اليمنية تقول إن التوتر في المدينة انتهى. الصحوانت: قتيلان وجرحى في هجوم مسلح استهدف منزل القيادي الجنوبي العيسي في عدن. تحالف دعم الشرعية بتعز يدعو الرئاسة لتشكيل لجنة عسكرية لإنهاء التشكيلة المسلحة. اغتيالات صامتة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وكالة سبأ: قرار جمهوري بتعيين محمد كده وزيرا للدولة وراجح باكريت محافظا للمهرة. الجيش الوطني يواصل تقدمه في جبهة صروح بمارب. الربيعة: مركز الملك سلمان عمل بكل حرفية في كل محافظة اليمن. سبتمبر: العميد العمري يتفقد كتيبة الأمن واللواء 117 المرابطين في مهمة. مصرع وإصابة 11 ميليشاويا بينهم قيادي ميداني في البيضاء. رئيس الأركان يؤكد محورية دائرة التصنيع الحربي بالقوات المسلحة. العاصمة أونلاين: بعد كشفه للفساد ميليشيا الحوثي تقيل المتحدث باسم شركة النفط. ميليشيا الحوثي تبتز طلاب مدارس العاصمة بدعوى المولد النبوي. ميليشيا الحوثي تنهب صندوق النظافة بذريعة الاحتفال بالمولد النبوي. ومن عناوين المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودي. الوطن السعودي: ذمار بوابة التغرير واستدراج الأطفال. الشرق الأوسط: باليست الحوثي على طاولة رباعية اليمن في لندن. الربيعة: مركز الملك سلمان عمل بكل حرفية في كل محافظة اليمن. البيان الإماراتية: نشاط إماراتي إنساني مكثف في شبوة وحضرموت. الهلال الإماراتية تواصل إعادة تأهيل مرافق التعليم بحضرموت. القدس العربي: اليمن، نائب الرئيس يطالب بحسم معركة الإرهاب وإجراءات أمنية في تعز على خلفية مواجهات بين فصيلين مسلحين.
وإلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من المقال الذي نشره موقع مأرب بيرس وهو للدكتور عمر ردمان، يتحدث عن مدينة مأرب تحت عنوان مأرب اليمنية راية وسلطان. هي المدينة التي تدهش كل زائريها كمعجزة تنمية وحرب في آن واحد، وآية حضارة وإدارة تتعالى بنيتها التحتية وتنتظم كل يوم تماما كما تعالت نفوس أبنائها الذين سقطوا على أسوارها دفاعا عن جمهورية مغدورة لم يتبقى لها حينها من المدن ومن الكرامة معا سوى مأرب. هنا في مأرب فقط تجتمع إدارة الحرب وإدارة المدنية، قيادة المعركة وقيادة التنمية. مأرب هي موطن حضارة سبأ المذكورة في القرآن الكريم المشدودة جذورها القيمية والحضارية إلى أعماق التاريخ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، سورة سبأ. كانت آية مشهودة بالأمس بجنتيها، مثلما هي اليوم آية جمال وراية نضال كجنتين متلازمتين يشهدها نحو مليوني يمني هاجروا إليها. بلدة طيبة ورب غفور. التنمية التي تشهدها مأرب في ظل الحرب واستمرار المعارك العسكرية من حيث نهضة البنى التحتية كالطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت وتوافر الخدمات العامة كالغاز والنفط والمواد الغذائية واستقرار الأسعار والاستقرار الأمني والحد من الجرائم والتوسع العمراني المستمر. هذه وغيرها تحسب نقطة مضيئة للشرقية وتعد نموذجا فارقا بين إدارة الدولة وبين إدارة الميليشيا الطائفية في صنعاء وأماكن سيطرات الانقلابيين والتشكيلات العسكرية والأمنية ذات المشاريع الصغيرة في بعض المناطق المحررة. وأستطيع القول بأن المكان الوحيد في اليمن حاليا الذي يشعر فيه المواطن بقيمة الدولة ويعيش في كنفها ويأمن إلى جانبها هو مأرب. في مأرب لا أتعجب حين أدخل يوميا إلى جامعة إقليم سبأ لأجدها مكتظة بآلاف من الطلاب الذين حملوا أقلامهم بعد أن كانوا قد حملوا سلاحهم في الدفاع عن مدنيتهم حينما كانت القذائف الحوثية تنهمر على جامعتهم وتمتد الاشتباكات حول أسوارها. لا أعجب أن أجد وراء كل طالب منهم قصة وحكاية للحرب وللعلم معا. هنا في مأرب لا أتعجب كذلك حين تحدثني بعض الطالبات عن ترتيباتهن لإقامة ندوة حقوقية حول دور المرأة في المشاركة العامة التي ضمنتها القوانين الدولية، وعن فعالية حول الدولة المدنية المنشودة في نفس الوقت الذي يصل فيه صاروخ ميليشياوي طائش ومجنون بالجوار. لا أتعجب لأن هنا مأرب الواقع والطموح، الحرب وما بعد الحرب. أما الكاتب الدكتور عبد الله محمد الشيبة فقد كتب مقالا نشره موقع الميناء نيوز، تحدث فيه عن تحت عنوان اليمن يد تبني وأخرى تقاوم. يذكر لنا التاريخ أن جميع الحروب التي شهدتها البشرية نتج عنها دمار وكوارث بيئية وبشرية واقتصادية واجتماعية استغرق التعافي منها فترات طويلة قد تصل إلى عقود من الزمن، والأمثلة من التاريخ القريب متعددة، ولكن نذكر أبرزها وهي الحربان العالميتان الأولى والثانية والحرب العراقية الإيرانية. واللافت للنظر أن معظم الحروب نشأت لخلافات بين الدول أو رغبة دولة ما في احتلال دولة أخرى. أما الحرب الدائرة منذ أغسطس 2015 في اليمن بين قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وميليشيات الحوثي المدعومة من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وإيران، فهي حرب معلنة لمساندة النظام الشرعي وإعادة الرئيس المعترف به دوليا لمكانه الطبيعي. وهي أيضا تكاد تكون الحرب الوحيدة في التاريخ التي تستخدم فيها القوات الموالية للشرعية السلاح بيد ومحور البناء باليد الأخرى. فالقوات التي تدخلت لتحرير اليمن من براثن الحوثيين وكلاء إيران تعمل على إعادة الشرعية والأمان والأمن لليمن، وفي الوقت نفسه تترك المدن المحررة وراءها للوكالات والمؤسسات المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لإعادة بناء ما دمره الحوثي والمخلوع. فمنذ اندلاع الحرب نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 161 مشروعا متنوعا للمحافظات اليمنية في مجالات عدة
شاملة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية والبيئية ودعم برامج الزراعة والمياه والصحة والتغذية، وكذلك دولة الإمارات ودولة الكويت التي دشنت حملة الكويت إلى جانبكم. كل تلك الجهود تؤكد رغبة تلك الدول ليس فقط في تحرير اليمن من براثن أعوان إيران، وإنما في بناء ما دمرته تلك القوات المتمردة على الشرعية من خدمات ومرافق وبنية تحتية في مختلف المدن. ومؤخرا تتوالى الأنباء عن قيام قوات التحالف القوات المسلحة والمقاومة اليمنية بتحرير العديد من المناطق الاستراتيجية المحيطة بالعاصمة صنعاء، مما يشير لقرب تحريرها وبسط شرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي. ولذلك يجب التخطيط لمرحلة ما بعد الانقلاب الحوثي، وتحديدا لترسيخ موقع اليمن في الصف الخليجي والعربي بعيدا عن أطماع ومخالب إيران وأعوانها. كما يجب الوقوف اقتصاديا مع الحكومة اليمنية الشرعية لوضع استراتيجية ورؤية ترفع عن كاهل الشعب اليمني المصاعب والأهوال الاقتصادية التي مر بها أثناء فترة الانقلاب. يضف إلى ذلك ضرورة المساهمة في إعادة الأمن والأمان للمواطن اليمني لكي ينعكس بدوره على جذب الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية لتطوير اليمن من جميع النواحي، ليعود اليمن مرة أخرى سعيدا ويحتل موقعه الطبيعي في العالم العربي. أما إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الكاتب الصحفي أحمد عايض، والذي كتب مقالا ومنشورا في صفحته على الفيسبوك، وهو كيف أن الحوثيين ظهروا على حقيقتهم. نجح الحوثيون وببسالة في توثيق أنفسهم كأحقد جماعة في تاريخ اليمن وأكثرها دموية، وعمدت تصرفاتها الوحشية في ذاكرة كل اليمنيين ليدخلوا سجل التاريخ الأسود من أوسع أبوابه. لا ينحصر المشهد السياسي والعسكري في مهمة الجيش الوطني الذي يخوض في تحرير الأرض والجغرافيا من أحقد الكهنوت والإماميين الجدد رعاة التخلف ورعاة الهمجية، بل أيضا يمارس دورا أخلاقيا وعقديا يتمثل في الحفاظ على قيم الدين السمح ورفضا للخزعبلات والأحقاد الطائفية التي ينشرها الحوثيون في مناطق سيطرتهم ويرغمون الناس على تبنيها. ما يمارسه الحوثيون اليوم على الشعب اليمني من ظلم وقهر واستبداد وفجور لهو أشد همجية من ممارسات الجاهلية الأولى. هناك إيغال مخيف في استباحة كل المحرمات وكل الأعراف والقيم والأخلاق للوصول إلى تنفيذ أحقادهم على خصومهم ومخالفيهم. إننا نقف اليوم أمام جماعة جمعت في مكونها النفسي كل قواميس الحقد ومعاجم الكراهية. المحلل السياسي والكاتب أحمد عبد الملك المقرمي كتب مقالا تحدث فيه عن تفاؤل أبناء تعز بالدولة والتفافهم حول تواجدها. تفاؤل غير مسبوق لدى كثير من أبناء تعز بعد أكثر من سنتين ونصف من حصارها من قبل ميليشيات الحوثي، والذي ما يزال مستمرا إلى اليوم. مبعد التفاؤل هو أن الأمم المتحدة أدركتها الشفقة وفاضت عطفا وحنانا على ميليشيات الحوثي، لأن التحالف العربي أغلق ميناء الحديدة ومطار صنعاء لبضعة أسابيع، الأمر الذي سيؤثر على موارد الحوثية المالية وتهريب الأسلحة. هنا يبرز حجم التفاؤل في تعز، ليقول إذا كان هذا العطف والحنان من الأمم المتحدة تجاه جماعة متمردة على الدولة بقوة السلاح، فكيف ستكون إنسانية الأمم المتحدة تجاه مدينة مدنية محاصرة منذ 30 شهرا؟ تعز في الحقيقة بعد بكاء وانتحاب الأمم المتحدة من أجل أن يفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، مفرطة في التفاؤل بموقف إنساني تتخذه الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن منافذ مدينة تعز، أسوة بفتح الميناء والمطار ولو حتى بدون بكاء وانتحاب. الكاتب الصحفي محمد القادري كتب منشورا على الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في نهب. جماعة الحوثي تستخدم في جبهة نهب أقوى الأسلحة وأقوى الكفاءات والعناصر، فأقوى فرق القنص وأقوى العناصر المدربة في إيران وأقوى الخبرات التابعة لحزب الله، كلها تتواجد في جبهة نهب التي تشرف عليها إيران بشكل مباشر للمواجهة والتخطيط والإدارة، بالإضافة إلى أقوى كتائب الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التابعة للرئيس السابق المخلوع علي عبدالله صالح. ومع ذلك استطاع الجيش الوطني أن يهزم كل أولئك ويحقق تقدما أجبر فيه قوات الانقلاب على التراجع والاتجاه نحو جبهات أخرى
عسى أن تشكل ضغطا يستطيع أن يوقف التقدم نحو صنعاء. وإلى تويتر، حيث كتب رئيس إعلامية الإصلاح على الأستاذ علي الجرادي تغريدة أشار فيها إلى أنه لا يمكن للإصلاح أن يجري حوارا أحاديا مع طرف من أطراف الانقلاب. حزب الإصلاح لم ولن يخوض أي حوارات منفردة مع أي من طرفي الانقلاب. الشرعية اليمنية هي المعنية بملف الحوار وفق المرجعيات الدولية والمبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، تحقيق السلام بما يكفل إنهاء الانقلاب وعودة الدولة من خاطبها. أما علي الذهب فقد كتب تغريدة علق فيها على خطاب الفريق الركن علي محسن صالح في اجتماع مجلس وزراء الخارجية. خطاب الفريق محسن في اجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب أخرج ثعابين الحوثة من جحورهم، وارتفعت معها أصوات أفاقيهم الناعمة من النشاطات في حقوق الدكان ومراكمة الأرصدة. القيادي السلفي في حزب الرشاد محمد عيضة شبيبة كتب تغريدة له، وجه فيها رسالة إلى المقاومين من أبناء تعز. أخي المقاوم في تعز، إذا رأيت سلاحك سينحرف عن مساره واتجه إلى غير هدفه وصوب نحو صدر أخيك وقتل الرفيق وترك العدو وحصد في الصف وانشغل بالمواطن عن مواجهة التمرد وخوف الناس وسلب أمنهم وهد جدار الدولة بدلا عن إقامته عندها، قم فورا بكسر سلاحك وغادر ثقنتك وألزم بيتك بغض النظر هل أنت المحق أم المبطل، الجاني أم المجني عليه، المتآمر أم المتآمر عليه، الظالم أم المظلوم. أما ختام التغريدات هذا اليوم فهي تغريدة لعدنان العدينين نائب رئيس إعلامية الإصلاح، والذي تحدث فيها عن أن تعز هي آخر ساحات الشرعية والتي لا تزال حتى اللحظة تهتف للدولة وعودتها. تعز هي آخر ساحات الشرعية والأرض التي ما زالت تهتف للدولة وتنحاز لها، فلا تسمحوا بانزلاقها إلى خارج دائرة الدولة ولا تدفعوا بها إلى يد الميليشيات. ختاما نتابع أبرز ما رصدناه لكم في هذه الرسوم الكاريكاتورية. في ختام هذه الحلقة لكم مني أطيب المنى. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.